السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده حصريه على قناتنا لمواليد برج الجوزاء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. برج الجوزاء النهارده التاريخ 9 مارس، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقية قناتك، أما قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسية. ركز كويس جدا في الطالع بتاعك، واللي ينطبق عليك انزل قولهولي في الكومنتات. الاستخارة، هنشوف الاستخارة بتاعتك أو هنشوف الصورة اللي هتنطبق عليك. بس قبل ما أبدأ يا ريت ما تنساش اللايك الحلو والتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب. ادعم الفيديو بتاعك علشان دايما اهتم بقراءاتك وانزل لك توقعات جديده حصريه. ركز لي بقى كويس جدا في اخبارك الفتره اللي جايه، لعل يكون خير. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. الدعاء ده جميل، بس انت قوله بنيه قضاء حاجتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يقضي لك حاجتك الفتره اللي جايه ان شاء الله من اذن الله. صورة النمل، صورة النمل يا برج الجوزاء. بسم الله، أول حاجة عندكم طاقة حلوة، طاقة فرج، طاقة تغيير، طاقة دعم على جميع الأسر. عندكم هدية حلوة أو حد هيقدم لكم هدية. أول حاجة بقى، أنتوا الفترة دي عندكم محاولة حلوة أو عندكم خروج من أزمة الفترة دي، بس عندك عداد حسابات أو بتعيدوا حساباتكم في شوية مواضيع أو في شوية حاجات. عندكم عراقيل اليومين دول أو عندكم صدمة أخدينها من حد، بس الفترة اللي جاية عندكم سيطرة على مشاعركم أو سيطرة قوية على مواضيع عندكم أو حاجات معينة في حياتكم. عايزاكم كمان تخلوا بالكم الفترة اللي جاية أن انتوا هيكون عندكم كذا حاجة جديدة في كذا موضوع شاغل بالكم. كمان الفترة دي حرفيا انتوا شايلين أو عندكم حمل عذاب أو عندكم موضوع كبير جدا على كتفكم. البعض منكم كمان عنده طاقة إيجابية بإذن الله هتكون خير. عندكم قرار مهم لازم تاخدوه من غير ما تترددوا فيه. عندكم حرف الواو وحرف الدال وحرف النوم، التلات حروف دول موجودين في حياتكم، وفي نفس الوقت زعلانين على حد مسجون أو حد مخنوق وفضيق. دايما رامين همكم على الله وبتقولوا أنا ليه رب كبير فمش هشيل هم الدنيا على كتفي. عندكم كمان اتخاذ موقف عظيم في حياتكم، الموقف ده هينجيكم من أي عذاب وهينجيكم من أي صدمة أو من أي كلام عندكم. عندكم باب مفتوح، الباب المفتوح ده يعني حلو جدا، وأقدر أقول لكم إن الباب ده هيكون يعني طاقة عامة. عندكم هنا كمان خبر، الخبر ده متعلق بيكم أنتوا كشخصية. عندكم نعمة، النعمة دي ربنا هيكرمكم بيها في أقرب وقت، بس خلوا بالكم من أي حاجة حواليكم. انتوا دايما بتحبوا ترضوا ربنا، ما بتحبوش تعملوا الغلط، بس عندكم حسد شديد، والحسد الشديد ده يعني عليكم انتوا، على بيتكم، على كل حاجة تتعلق بيكم، فخلوا بالكم. عندكم رسالة حلوة جدا هتجيلكم من طريق سفر أو طريق حد بعيد، الرسالة دي هتكون قوية وهتدخل قلبكم على طول. كمان الفترة اللي جاية هيكون في تقدم وفي سلطة عالية ليكم، وفي نفس الوقت هتعملوا حاجة جديدة. انتوا شايلين هم كبير، والهم الكبير ده هو ربنا اللي هينجيكم منه، بس خلي بالكم كويس جدا من اي حاجة حواليكم. كمان الفترة دي عندكم واحدة ست عندها سلطة او هي جميلة، الله اعلم، الست دي حطاكم في بالها فما تركزوش معاها علشان خاطر تقدروا تحصدوا. الست دي لو فضلتوا مركزين معاها هتتضايقوا وهتزعلوا. كمان الفترة اللي جاية دي هيكون في اخبار متعلقة بحد غايب عنكم، او اخبار متعلقة بحد مخنوق ومدايم. يعني خرجتوا ناس كتيرة جدا من حياتكم، او حياتكم يعني طردتوا ناس او خرجتوا ناس بقدر المستطاع من حياتكم، حسيتوا ان هي ظلمتكم. كمان الفترة دي انتوا هتحاولوا تسيطروا على اي حاجة جوه حياتكم، حاسين ان الحياة ما ادتكمش حقكم، حاسين ان الحياة ظلمتكم بطريقة كبيرة، فقررتوا ان انتوا تتعاملوا باشكال مختلفة، وقررتوا ان انتوا تبصوا للحياة بشكل مختلف. كمان الفترة دي حرفيا انتوا قطعتوا علاقاتكم بناس كتيرة جدا حواليكم، وقررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف وبشكل جديد. عندكم تغيير 90%
المكان او تغيير في حاجة معينة. يعني اعز مليك هو اللي صدمك، واعز مليك هو اللي كسر بخاطرك، وهو اللي اذاك نفسيا ومعنويا. كمان الفترة دي عندك طاقة عامة او عندك خير حلو قوي هيجي لك وهيجي لحياتك، عندك شخص متسلط عندك او شخص مأذيك في كل حاجة. كمان الفترة دي انت هتقعد على سلم، والسلم ده هيكون جميل وهينجيك من عذاب في حياتك. عندك هنا كمان علاقة نرجسية او علاقة سامة، علاقة تعبان. عندك هنا كمان حد بيأذيك من طرف عينه، او انت دايما العين عليك ومحسود بطريقة كبيرة. في شخص عندك ماشي في طريق والطريق ده مش كويس ليه، فانت بتحاول تتكلم معاه وتقول له ان اللي انت بتعمله ده غلط. كمان انت هنا في حاجة عمالة تحصل معاك وعمالة تتردد معاك اكتر من مرة، ودي حاجة مقلقاك او مخلياك مش عارف تفكر كويس جدا. ان شاء الله باذن الله هتمضي العقد اللي هو هيكون تنجية ليك، او هيكون عندك خروج من اللي انت فيه. انت خلي بالك مستني الفترة دي مكالمة او مستني حاجة معينة في حياتك، مستني حاجة تطلعك او تديك دفعة لقدام. في كمان هنا يعني انت قلقان على اللي جاي من حياتك، او قلقان على الفترة اللي جاية. فانت ما تقلقش خالص ان انت الفترة اللي جاية هيكون عندك طاقات حلوة، وهيكون عندك دعم نفسي وجسدي. انتوا معروفين ان انتوا عندكم جوه قلبكم مهارات او اشخاص اقوياء جدا. ممكن يكون كمان البعض منكم قلقان وحيران بسبب حاجة مخنقاه، او بسبب ان هو جاي على نفسه بطريقة كبيرة الفترة دي. فعلا انتوا جايين على نفسكم بطريقة كبيرة جدا، وبتحاولوا تأذوا نفسكم في طريق بيضيق صدركم. يعني انتم دايما ما بتحبوش تعملوا حاجة غلط، بس في عندكم حد متعدد العلاقات، وخلوا بالكم في سر هيتكشف قدامكم. دايما بتزعلوا من التردد، يعني انتوا بتحسوا ان انتوا مترددين او متوترين من اي حاجة في حياتكم. ولو انتوا ظالمين نفسكم حاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه بأي طريقة. كمان الفترة دي هيكون عندك عمل صالح، بس انت عندك شوية لخبطة او شوية مواضيع مضايقاك او شوية كلام مزعلاك. عندكم فرحة هنا حلوة قوي، الفرحة دي هتفرحكم بطريقة كبيرة جدا بسبب استكمال موضوعكم، او بسبب الامور اللي عندكم هتتجدد بإذن الله. كمان الفترة اللي جاية دي هتكون انت هتستغفر، او انت هتحاول تطبطب على نفسك بقدر المستطاع. عندك حد بيديك طاقة ايجابية، او عندك حد بيحبك جدا وبيحب دايما يتكلم معاك. خلي بالك كمان ان انت هنا عندك 9 ايام او 9 حاجات معينين، وهيكون في طاقة ايجابية او في فرح باذن الله. في امر عندك هنا، الامر ده شاغل بالك بقاله مدة وعمال تسعى ان انت تحققه، او ان انت تطلع من اللي انت فيه او بتمر بيه. كمان الفترة دي حرفيا حصلت عندك فتنة او ظلم نفسي، فخلي بالك كويس جدا من الحاجة دي. انت دايما ماشي بستر ربنا، او ماشي دايما ان انت بتقول انا ليه يا رب كريم، هو اكيد هينجيني في اي وقت من اي عذاب او من اي ظلم عندي. فانت خلاص قررت ان انت تبص لحياتك، وقررت ان انت تشتغل وتعافر وتجاهد وتوصل للهدف. فانت عندك حاجة متعلقة برقم 9، او في موضوع معين متعلق معاك برقم 9. فالفترة اللي جاية هيكون في طاقة جديدة او اخبار جديدة على جميع حياتك بإذن الله. هيكون عندك طاقة عامة واخبار جديدة او طاقة جديدة عندك. اقدر اقول لكم ان الفترة اللي جاية هيكون عندكم اجابة على سؤال في بالكم، او على حاجة عمالين ترددوها في حياتكم. فالفترة اللي جاية ما تقلقوش خالص، ان انتوا هيكون عندكم اجابة على الاسئلة اللي عمالة تدور في حياتكم. كمان بعض منكم ممكن يكون عنده طاقة انجاب، عندكم خبر حمل او طاقة مولود جديد. ممكن كمان انتوا يكون عندكم بعض منكم بتحلموا بكوابيس، بتحلموا بحاجات مضايقاكم، حاجات خانقاكم، عندكم شوية عراقيل زرعتوا وحان وقت تحصدوا، زرعتوا وحان وقت ان ربنا يكبر بخاطركم. بس خلوا بالكم انتوا عندكم قرار مهم، القرار المهم ده في اقرب وقت هتحاولوا تاخدوه، او عندكم حاجة معينة هتحاولوا ان ربنا ينجيكم منها. عندكم استخارة قوية جدا الفترة اللي جاية دي لحياتكم، او عندكم طاقة عامة لحياتكم. بس خدوا بالكم دايما من الارباح
او من يعني من ارباح حياتك، امسك على ايدك شويه وبلاش تصرف زياده عن اللزوم. فانت عندكم رساله من ناس بعيده عنكم ولعل يكون خير ليكم، بس خلي بالكم كمان ان انتوا الفتره اللي جايه دي هيبقى عندكم نجاح في دراسه او نجاح في حاجه جديده عندكم. عندكم ست، الست دي عامله زي البومه موجوده في حياتكم وبينكم وبينها عراقيل او بينكم وبينها اذى، رغم ان انتم متالقين وواثقين في كل خطوه بتخطوها، بس الست دي حطاكم في بالها بطريقه كبيره. عندكم حد متوفي، الحد المتوفي ده بالكم مشغول بيه وزعلانين قوي على فراقه او زعلانين قوي ان هو فارق الحياه، بس لازم يكون عندكم يقين بالله ان ده قد يعني ده نصيب وده قدر الله في حياتكم. عندكم هنا كمان الفتره اللي جايه دي ورقتين، الورقتين دول هتمضيهم او هيكونوا نجاح ليك او هيكونوا خطوتين. وخلي بالك انت عندك حق مسروق منك او عندك اموال مسروقه منك، ان شاء الله باذن الله ربنا هيرجع لك حقك بفضل ربنا، وهيكون عندكم بهجه وهتكونوا مبسوطين بافعالكم او بحياتكم بشكل مختلف. انت ناوي على حاجات كتيره فهتفعل كذا حاجه في حياتك. عندك تهم، يعني في ناس تهماك، في ناس ظلماك، في ناس بتتكلم عليك وانت ملكش اي ذنب او ملكش اي حتى علاقه بالذنب اللي هم اللي انت عامله في حياتهم اللي هم رامينه عليك. كمان انت دايما صادق في اقوالك، بس خلي بالك من طرف ثالث بيتدخل في حياتك، الطرف الثالث ده عمال يأذي فيك وعايز يخرب بيتك وانت طبعا مش واخد بالك. فانت عندك شك، انت من الشخصيات من الاشخاص اللي روحانيتهم عاليه والحاجه اللي بيشكوا فيها بتحصل على طول من غير ما تتردد. فدايما خلي بالك ان الامور عندك تتحسن وان حياتك تتظبط بشكل مختلف. كمان الفتره اللي جايه دي الخنقه والضيقه اللي انت فيها او بتمر بيها ربك باذن الله هينجيك. انت دايما عندك وعد او بتفوا بعضك بقدر المستطاع. عندك هنا حد تعبان او حد مريض او حد في سجن الله اعلم، باذن الله ربنا هيفك كربه في اقرب وقت ليكم. عندك كمان مشكله هتحلها والمشكله دي هتبقى مسببه لك عقبه في حياتك هتطلع منها باذن الله. عندك ضيق وخنقه بيجوا لك من غير سبب، وساعات عصبيه في القولون وده بسبب الضغوط النفسيه اللي انت عمال تضغطها على نفسك، وبلاش الاستعجال في اي قرار ممكن تاخده الفتره اللي جايه. كمان عندك حد هيجي يقول لك على حاجه، الشخص ده هيكون صادق جدا في كل اقواله وهيكون فعلا شخص عايزك تكون ناجح بفضل ربنا، انت هتحس بالحاجه دي بنفسك وهيكون فعلا مختلف عن ناس كتيره جدا اذوك. كمان الفتره دي انت جوه قلبك في رحمه او في قضاء حاجه بينك وما بين حد، انت متوكل دايما على الله في كل حاجه، بس ما تسمعش من اي حد وعليك بالدعاء وتحصين النفس علشان الاذى اللي انت فيه، انت معمي عن حاجه او عن حقيقه معينه في حياتك. فانت الفتره اللي جايه دي هيكون عندك طاقه ايجابيه وعندك خروج من الهم اللي انت بتعاني منه الفتره دي. انت كمان عندك كلام بينك وما بين حد، الكلام ده هيكون حلو قوي وهتاخد حقك تالت ومتلت وباذن الله هتوصل للاهداف اللي ايه في حياتك. عندك شخص عمال يكذب عليك ومنافق وبوشين وبيلعب على كل الاطراف، الشخص ده انت هتعرفه وهتاخد منه خطوه تانيه خالص او هتكون عارف ان الشخص ده بيأذيك بكل الطرق. فانت دايما ما تظلمش نفسك مع الاشخاص دول وكون داخل على مراحل جديده. كمان انت هنا عندك بسم الله ما شاء الله عليك طاقة، الطاقة دي متعلقة بيك انت شخصيا او متعلقة بروحانياتك العالية او بيك شخص عندك. عندك كمان هنا نجمك عالي او انت نجمك في السماء عالي، السحاب عندك هيمر حواليك وده بيدل ان انت هتكون خبير جدا باللي انت بتفعله وباللي انت هتبدأ فيه. انت حساس جدا او من الاشخاص اللي حساسين جدا في حياتهم، عندك ثقة جامدة في حياتك او عندك صنع من بعض المال اللي في حياتك، فما تقلقش خالص ان انت هتغير من الهدف وهتنجح باذن الله. خلي بالك كمان ان انت الفترة دي العين القوية اللي صايباك دي بالحسد الشديد، عشان كده بتعاني الفترة دي من الضغوط اللي انت بتمر بيها او من العراقيل اللي معمولة في حياتك. كمان حرفيا الفترة دي هيكون عندك ذكرى حلوة، الذكرى دي متعلقة بموضوع الصور، معلقة بموضوع صور معينة عندك، فان شاء الله بإذن الله ربنا هيكفيك شر أي أذى، ما تقلقش خالص وخليك دايما متألق وخليك دايما عندك طاقة. وخلي بالك كمان الفترة اللي جاية دي من أكتر الفترات اللي أنت هيكون عندك طاقة حلوة. عندك حد وحيد او حد مش يعني مش حاسس بالناس او مش حاسس بنفسه، دايما حاسس بالوحده وحاسس ان هو لوحده في كواكب كل الناس اللي عندك، فما تقلقش خالص انت العين مأثره عليك بشكل كبير جدا. في كمان هنا رجوع لشخص او في كمان اسمه جديده هتتفتح قدامك، وتحذر من اي حد ممكن يدور لك على نصيب او اي حد
يحاول ان هو يأذيك او يتكلم معاك بأي اذى. خلي عندك يقين في نفسك وخلي عندك ثقة بنفسك عالية عشان خاطر الطاقات اللي انت بتمر بيها تكون فعلا تستاهلها في حياتك. عندك ألم جوه قلبك، والألم اللي جوه قلبك ده مسبب لك عذاب شديد. عندك هنا خبر، والخبر ده متعلق بيك انت كشخصيا. خلي بالك انت جوه قلبك جوهرة، جوه قلبك بتحاول تنفر من اللي انت فيه وبتحاول توصل لهدفك وتوصل لحلمك. بس خلي بالك كمان من مرات اخ او مرات عم او مرات خال، مرات حد عندك. الست دي حسودة زي ما قلت لها، فخد بالك على نفسك وطبطب على نفسك وحب نفسك وما تسمعش كلام اي حد ممكن يوصل لك اخبار سلبية. انت كمان الفترة دي هيكون عندك ثقة بالنفس عالية او يقين ان انت هتتحدى اي حد ممكن يقف في حياتك او ممكن يأذيك. وتخلي بالك من اي حد ممكن يستغلك في وضعك اللي انت فيه، وتحذر كمان من عراقيل موجودة في وشك. العراقيل دي هتكون سبب خسارة ليك لو انت فضلت مركز على السلبيات. ركز على الطاقات الايجابية وافعل جدد من نفسك وجدد من حياتك علشان انت عندك طاقات ايجابية وعندك دعم نفسي. وان شاء الله باذن الله هتلاقي الفرحة اللي طال انتظارها، او هتلاقي الاخبار اللي انت فعلا حرفيا محتاج تسمعها او محتاج ان انت تطلع منها. ما تقلقش خالص من اي طاقة سلبية بتمر عليك او من اي ضغوط نفسية انت ماشي فيها. رغم الحزن اللي جواك، رغم ان انت هيكون عندك فرحة على قد الحزن اللي انت شفته في حياتك وعلى قد التعب النفسي اللي حصل فيك او معاك. ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية ربك يكرمك من حيث لا تحتسب. فما تقلقش خالص من اي اذى او من اي سلبيات بتمر عليك او من اي خيانات انت متعرض ليها. يعني الفترة اللي جاية دي ممكن يكون فترة راحة، فترة تغيرات، فترة دعم، فترة طاقة تانية. فما تقلقش خالص، ان شاء الله باذن الله ربنا هيدي لك حاجتك زي ما تكون، او ربنا يعني هيجازيك خير. انت حصدت وحان الوقت ان انت تحصد اللي انت زرعته في حياتك. ولو عليك نادر فكر فيه كويس جدا وحاول توفي بيه وما تنسهوش ابدا مهما يكون. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، وشجعني باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، ولعل يكون قراءة جميلة جدا لحياتك او قراءة تكون تغير مصير حياتك. تحياتي ليك.